السعودية تدخل على خط المطالبة بإسقاط قاعدة الاستثمار في الجزائر 49-51، وتوجه انتقادات بالجملة لرجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين. الطبعة العاشرة لمجلس الأعمال الجزائري السعودي حملت في بدايتها طابعا انتقاديا من الطرف السعودي لنظيره الجزائري تحت عنوان غياب مبادرة الطرف الجزائري في الحراك الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى مستوى تطلعات المستثمرين الجزائريين الذي صنف في خانة العشوائي والضعيف من الطرف السعودي. والأخوة الجزائريين لما يجون يبغى في يومين يشوف لألف واحد وخمسة وعشرين جهة، وهذا صعب جدا. عكسنا حنا السعوديين نجي نقعد شهر. نقطة حقيقة الجانب الجزائري، أنا ألاحظ وزملائي وربما تلاحظون أن الزخم كله من الطرف السعودي بكل وضوح وشفافية. يعني حنا الطرف اللي قاعد يجي للجزائر. انتقادات السعوديين لم تطل ميدان الاستثمار الجزائري فقط، بل حتى التركيبة القانونية المنظمة لمناخ الاستثمار في الجزائر، وعلى رأسها قاعدة الاستثمار 51-49 التي اعتبرها الطرف السعودي عائقا حقيقيا أمام دفع استثماراته في الجزائر. احنا السعوديين عندنا إشكالية مع قاعدة 49-51، أصحاب المشاريع يفضلون امتلاكها بالكامل من أجل الحرية بقرارات التسيير، وهذه أحياناً الشراكة تعيقها. العلم يعني حنا إذا دخلنا ندخل دفعة واحدة، رجال الأعمال في الضغط على متخذ القرار. إحنا في المملكة كرجال أعمال ضغطنا كثيراً على حكومتنا تفتح التملك. موضوع الخط البحري، ونسمع من الأخوة المسؤولين في الحكومات قريب وسنعمل وحطينا دراسة وعملنا إلى آخره، لن أستطيع أن أصدق أن الخط البحري بتكلفة معقولة أنت تقدر توصل الجزائر. أنا اليوم أصدر للجزائر $100 يكلفني نقل الطن الواحد، بينما أنقل إلى سنغافور $25 يا جماعة. قبل أشهر قليلة وفي جلسة المصادقة على قانون الاستثمار الجديد بالمجلس الشعبي الوطني، وجه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب رسالة إلى جميع من يستهدف السوق الجزائرية، مؤكدا فيها بأن الجزائر لن تتخلى عن قاعدة 51-49 حتى ولو كان ذلك على حساب تخليها عن الشراكة مع الطرف الرافض لها. فكيف سيكون رد بوشوارب عن مطالب السعوديين الجديدة؟